تمكنت عناصر شرطة بأمن دائرة دبيلة بالوادي من حجز كميات معتبرة من مواد تبغية مخبأة بإحكام داخل أحد المساكن وتوقيف شخص ينحدر من المنطقة تفاصيل العملية جاءت على إثر استغلال معلومات حول استغلال هذا الأخير لأحد المساكن لتخزين مادة المعسل الفخ صنع أجنبي بالإضافة إلى مواد تبغية أولية وكميات من تبغ ترشق موجهة للترويج والبيع بطريقة غير شرعية كميات المحجوزة قدرت ب 2330 علبة من مادة المعسل وقنطار و35 كيلوغرام من مواد تبغية أولية و22500 وحدة من مادة تبغ ترشق